مساء الخير عليكم. رح نحكي اليوم عن الفور ايفر الو ليبس، مرطب الشفاء الرائع من فور ايفر الغني بزيت الجوجوبا والصبار اللي بيساعد على توريد الشفة وإزالة التشققات الموجودة فيها، وأيضا إعطائها اللمعة الرائعة ورائحة فم حلوة. والحلو بالموضوع أنه مو بس لتشققات الشفاء أو للشفاء استخداماته، أيضا له استخدامات تانية كأداة إسعاف أولية للحروق وللجروح، بحكم أنه بيساعد بترميم الجلد، أيضا يساعد بحال مشكلة جفاف الأنف. كتير ناس بتعاني من هاي المشكلة، فاستخدامه رائع وآمن للاستخدام داخل الأنف. أيضا استخدامه للأشخاص اللي بيعانوا من حبوب ومو حابين يتركوا أثر للحب على الوجه، فيمكن أيضا استخدامه لحتى ما يتركوا لهم الأثر. أيضا استخدامه للبواسير لحل هاي المشكلة، أيضا كمان بحكم احتوائه على الصبار اللي بيساعد بترميم الجروح بهذيك المنطقة. طبعا أيضا استخداماته متعددة للفطريات بين الأصابع بأصابع الرجلين، وأيضا استخدامه على الحماوة اللي عند الفم نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم. آمن استخدامه للأطفال سهل الحمل، ممكن أخذه وين ما رحت، أيضا للأطفال للكبار للسيدات والرجال الكل في يستخدمه. أيضا ممكن استخدامه للانتفاخات تحت العينين، الأشخاص اللي بيصحوا الصبح وبيكون عندهم هاي المشكلة جمالية طبعا، فيمكن استخدامه لحتى يخففوا منها، أيضا ليخفف مشكلة الهالات السود تحت العين والمشاكل العين أو مشاكل الجفن ممكن استخدامه. مساء الخير.